للوقوف أكثر على تطورات الملف النووي الإيراني، ينضم إلينا عبر الهاتف من صيدا مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات الأستاذ حسان القطب. أستاذ حسان، بداية مرحبا بك. إيران مستمرة في خروقاتها لبنود الاتفاق الموقعة مع الغرب عام 2015، بما تفسر هذه السياسة؟ السياسة الإيرانية قائمة على العمل لإنتاج قنبلة نووية أو الامتلاك سلاح نووي، خاصة وأنها تمتلك السلاح البالستي، الصواريخ البالستية التي لا قيمة لها دون السلاح النووي. السلاح النووي والصواريخ البالستية عنصرين مترابطين ومتلازمين، ولذلك من يملك هذه الصواريخ لابد أنه يعمل على إنتاج أسلحة نووية. لذلك السياسة الإيرانية قائمة على المماطلة واستغلال الوقت واستخدام عنصر الوقت، سواء بالحوار أو بالنقاش أو بالمفاوضات أو تأخير اللقاءات والجلسات من شهر إلى آخر ومن فرصة إلى أخرى، سعيا لشراء الوقت ريثما يتم إنتاج هذه القنبلة أو امتلاك السلاح النووي الذي يجعلها حصينة أو منيعة على أي محاولة لمنعها من التمدد خارج إيران أو لحماية نظامها في الداخل. ثانيا، هي تعتمد إيران أيضا على ضعف أو تردد الإدارة الأمريكية، فمنذ انتخاب بايدن وهي تراهن على أن هذه الإدارة هي امتداد لإدارة أوباما السابقة، خاصة وأن الرئيس الحالي بايدن كان نائبه في تلك الفترة وكان مؤيدا للاتفاق النووي الذي تم توقيعه عام 2015. وبالتالي فهي تراهن على أن الرغبة الأمريكية أو التي أبداها بايدن خلال حملته الانتخابية بالعودة إلى اتفاق 2015 يناسبها تماما، رغم أنها تجاوزت هذه المرحلة بإنتاج هذه الكميات التي تحدثت عنها في تقريركم قبل قليل، من حيث تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% والمطلوب هو 90% لإنتاج قنبلة نووية. وتقرير الوكالة الدولية للطاقة النووية يقول أن إيران تستخدم أجهزة جديدة ومتطورة لإنتاج البلوتونيوم المخصص. كما هو معلوم يعني أستاذ حسان، أن إيران لديها أذرع في المنطقة وأدوات في المنطقة، إلى أي مدى ترى أن الأوراق، أوراق الضغط التي تمتلكها طهران، كافية لإكمال برنامجها النووي؟ هذا ما تعتمد عليه إيران، هي أربعة عوامل: الوقت، تردد الإدارة الأمريكية أو ضعف موقفها، الموقف الأوروبي الذي أحيانا يكون معاديا وأحيانا يكون مهادنا وأحيانا يكون متفهما، الأخير هو موقف إيران من خلال استخدام أذرعها في المنطقة، حزب الله في لبنان، الحوثي في اليمن، الحشد الشعبي في العراق وغيرهم من الميليشيات المنتشرة هنا وهناك والتي تستخدمها إيران لتهديد المصالح الغربية والتهويل بأنها قادرة على ضرب المصالح الغربية وتهديد استقرار المنطقة أيضا، وخاصة في لبنان حيث نحن الآن بدون حكومة منذ عام وشهر، 13 شهر ولبنان بدون حكومة وسط انهيار اقتصادي ومالي وتفلت سياسي وتفلت أمني وعدم استقرار نهائي. هذا كله نتيجة السياسة الإيرانية التي تقول للغرب وللعرب وللبنانيين أن استقراركم رهن بالقبول بالشروط الإيرانية والخضوع للمطالب الإيرانية والسماح لإيران بامتلاك هذا السلاح النووي وحماية استقرارها وفرض دورها الإقليمي في المنطقة. لذلك الولايات المتحدة عندما قالت أن هناك ثلاثة بنود للتفاوض وهي الصواريخ البالستية والدور الإقليمي والسلاح النووي، إيران أجابت وعلى لسان الرئيس الحالي إبراهيم رئيسي أن المفاوضات يجب أن تشمل بندا واحدا وهو السلاح النووي أو المشروع النووي الإيراني، ويجب تجاهل أو عدم الخوض في موضوع الدور الإقليمي والصواريخ البالستية. وهذه الأدوات في المنطقة مهمتها دعم إيران ودعم مشروعها وتهديد أمن المنطقة واستقرارها. بحيث بحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن إيران يعني تعزز مخزونها من اليورانيوم المنظب، إلى أي مدى ترى أن إيران يعني فعلا يعني قد قاربت على إتمام مشروعها ودخولها النادي النووي بشكل فعلي، لا سيما وقد باتت تمتلك 10 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%؟ مجرد تخصيب هذه الكميات هذا يعني أن هناك مشروعا طموحا وأن هناك نية حقيقية لإنتاج سلاح نووي، رغم أن الإدارة الإيرانية سبق أن ذكرت أن الخامنئي وهو مرشد الثورة سبق أن أصدر فتوى تحرم استخدام أو استعمال أو إنتاج السلاح النووي، لكن هذا الكلام لا يمكن الاعتماد عليه أو التعويل عليه. إيران تحاول امتلاك السلاح النووي لحماية وجودها، متخذة من
كوريا الشمالية نموذجا، كوريا الشمالية تحمي استقرارها بامتلاكها السلاح النووي والصواريخ الباليستية، وإيران تتقمص هذا الدور وتستنسخ هذا الدور وتحاول تقليد كوريا الشمالية في تطوير ترسانتها الصاروخية وكذلك ترسانتها النووية، وهي فعلا تسير على هذه الخطى. وإسرائيل سبق أن قالت، وهي تعتبر نفسها معنية بهذا الملف، أن أمام إيران 10 أسابيع لإنتاج السلاح النووي، وهي لن تسمح أو تقبل بهذا الواقع المستجد على الساحة الإقليمية. المنطقة فعلا تعيش مرحلة صعبة وسط الطموحات الإيرانية والتردد الغربي وعدم الحسم الأمريكي، رغم أن اليوم سمعنا كلاما من وزارة الخارجية الأمريكية تحدث عن جدية في التعاطي وأنها لن تسمح بإبقاء المفاوضات مفتوحة إلى الأبد، وأنها لابد هناك من نهاية لإنهاء هذا الملف والالتزام بالشروط. عبر الهاتف من صيدا مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات الأستاذ حسان القطب، شكرا جزيلا لك.